السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله غادي نديرو كندورة ولا جبة ولا بدعية تاع الصيف. مهم عندنا هاد التيسو يسموه الشيش، عندي غي ان سيكونت، وعندي هاد الكالون، وعندي هاد الطرف كتان في الابيض. دوكم بعدا نحسب لكم شحال يدي لي الميتراج غير طرف صغير. شوفوا البنات، راني رسمت الباترون تاعي غير عند الخصر، وهنا زدت 2 سنتيم على خط الخصر، رسمو كيما هكا. بالنسبه اللي قالوا لي باللي ماكش تعطينا القياسات، هي من الافضل ديروا كل واحد الباترون الاساسي تاعه وتستخرجوا منه هادو اللي راني نمدهم لكم. ما نجمش انا نمد لكم القياس تاعي، تصبي يجيكم كبير تصبي يجيكم صغير. دونك نتوما وجدوا الباترون الاساسي، راني نورمالمون دايرته لكم في القناه كيما هكا. هذا قال لو دوفون امام، وغي منه نخرجوا لو دو. ها هو تقدروا تخدموا به كاع الموديلات اللي رانا نديروها. دروك شوفوا البنات، من هاد النقطة ندخل بواحد سنتيم، من هنا ندخل ان سنتيم، نهبط من هنا، من هاد النقطة نهبط سبعة سنتيم، دروك نصل هاد النقطة مع هاد النقطة، شوفو هنايا. دروك غادي نبدا في الكول تاعي، من هاد النقطة نخرج ثمانية سنتيم، مليحة هنا ثمانية سنتيم، نعاود تاني نزيد هنايا في المنتصف تاع هاد الرقبة تاعي جديدة، هيا هاني عند المنتصف تاع ثمانية سنتيم. هنا تاني نعاود نزيد نخرج ثمانية سنتيمتر، نربط هاد النقطة مع هاد النقطة، دروك من عمق الرقابة الجديدة اللي درناها ندخل ثلاثة سنتيم كما راكم تلاحظوا. نزيد دروك نهبط هذه النقطة مع هذه هكا، دروك نهبط منا أربعة سنتيمتر، ونربط هادي مع هادي، كما راكم تشوفوا. نعاود نهود منا اثنين سنتيم، نعاود نزيد نحبس اثنين سنتيم، نعين نقطة نهود هاكا مراني. دروك شوفوا البنات، نجو عند خط الصدر، ندخل هنا ندخل غير بصفر فاصل خمسة، هاي غير شوية، ونربط هاد النقطة هكا مع هادي كما راكم تشوفوا. نعاود نجي عند خط الخصر، ندخل بحداعش سنتيم، ندخل عفوا ب 8.5 سنتيم، ونربط هادي مع هادي كما راكم تلاحظوا هاكا غير يدينا.
ونزيدو نهودو هنايا هادي 2 سنتيم اللي قلت لكم نزيدوها، نزيدوها هكا نهودو. ان شاء الله واضح. نعاودو نطلعو لهاد النقطة اللي قلت لكم هنايا ديرو 8 سنتيم، ثاني كذلك نهودو هنايا نحسب 8 سنتيم معايا النقطة، هاي 8 سنتيم مع هادي 8 سنتيم، نحسب هنا شحال عندي 8 سنتيم ونعود هكا، نعاود نجي هنا نحسب 7 سنتيم عند خط عند خط الصدر منا، من هاد النقطة اللي دخلنا منها بزيرو سانك ندخل بسبعة سنتيم ونعاود نربط هكا. بعد اش ندير دروك هاد النقطة اللي خرجت منا هادي النقطة الجديدة، المهم نعاود تاني نحسب لكم هنا شحال عندي، عندي 6.5 سنتيم، 6.5. نعاود تما يبدا ينقص، نعاود هنا شحال عندي، عندي 4.5. نعاود دونك من 4.5 نهود نيشان مع هاد البنات. من تبغوا تقصوا الكول تاعكم من الباترون هادي تاني خرجوها معاه، دوك بعدا نقولكم عليه. هادي لا مهم، ها هادي المهم، هادي نخرجوها تما نقص، نروح نقصو هكا. هاي النتيجة اللي تحصلت عليها، دي الطول تاع القماش هو 1 سيكوند، والعرض تاعها كيما كاع متفقين عليه عندي 1 سيكوند. انا راني باغية الطول تاعي يكون غي 1.30. دونك شنجي ندير، انا ها هو الطول اللي نحتاجه، هذا اللي راه باقي غادي نقص. نسيت ما قلت لكمش هنا القماش راه مطوي على 4، تما هذيك 1 سيكوند طويتها على 4، طويتها على النص وعاودت طويتها، تحصلت على كيما هكا. شوفوا البنات دروك راني حطيت الكول، انا غادي نخرج منه امام وضح، يهمني انايا غير في العرض تاع الرقبه شحال عندي، يهمنيش في الطول. دروك شوفوا البنات ما غاديش نقص على حساب هذه الرقبه، قلنا غير في العرض تاعها، انا يهمني غير العرض تاع الرقبه هذه، ما يهمنيش الطول تاعها. الظهر نهود بدو دوا وندير على حساب هذا العرض. تشوفوا كيفاه دروك هذا الباترون الاساسي نستعمل فيه الظهر، نشده بليزيبان نزيد غي 1 سنتيم، نخليه كيما راه، نزيدني 1 سنتيم يوم عند حادة الإعلام. صافي دروك دروك شنديرو هنا، كون ندير على حساب عرض الصدر يجيني شوية ضيق، الجندورة شوية تجي ولا الجبة تجي شوية 2 سنتيم على هنايا من هاد الجهة عند خط الصدر نزيد 2 سنتيمتر، 2 سنتيم. ملي زدتها تاني هنا عند خط لا لين دو تاي خط الخصر تاني زدت 2 سنتيم، منا نهود نيشان نقص. شوفوا البنات من خط الخصر هو نهود هكا لو متر ويبون هنا تل هنا،
دوك نحسب لكم ونقول لكم شحال عندي، شحال درت في الجلال. شوفوا الجلال درت فيه 36 سنتيمتر، هذه هي. دروك نبدا دروك نقلع الباترون هذا. دروك هذا البنات راه امام وظهر هكا، نقلعو هاي واحد. نعاودو نجيبو هذا الباترون تاعنا تاع الكول، نحط الامام البنات كيما راكم تشوفوا هنايا. هنا القماش راه زياده عليه باسكو من فصلنا الامام مع الظهر. دروك شنو نديرو، عاود حطيت الباترون الاساسي تاع الامام باش ندخل هنايا ب 1 سنتيم تاع باسكو حده الابد تجي ناقصه على تاع الخلف. نقصها ونعاود البنات راني قصيتها سايتنا، قلت لكم هذه ما نقصوهاش دروك، لا نطويها كيما هكا. شوفوا البنات كان باقي لي طرف كيما هكا في البلون. شوفوا البنات هذه القطعه راهي دروك طويتها على 4 الطول تاعها 42 سنتيم على 18 سنتيم، راهي مطوية على 4 باسكو نسحق من هاد الكول 4 قطع باش نديره دوبلي. دوك نحطه، شوفوا البنات درو كاع في الجوانب كاع هادو، نخلي 1 سنتيم كاع. شوفوا البنات راني تحصلت على 4 قطع. شوفوا البنات غادي كيما راكم تشوفوا هنا لي زيبانك، غادي نروح كاع نخيط كاع كاع هكا في حولي، ونعاود نطلع ثاني نخيط كاع هكا صوف لي بول ما نخيطش. نفس الشيء بالنسبه للجهه هذه الثانيه. شوفوا البنات النتيجه دروك هذه اللي تحصلت عليها، نفس الشيء نديروه بالنسبه للجهه الثانيه. ها هو خيط، خليت غير الايبول ما خيطتش فيه. دروك خيط، دروك راهي شويه زياده هنايا، غادي نقص ومن بعد نكرونطي. شوفوا عندي هذه القطعه باغي ندير بها التبطين تاع الامام. العرض تاعها 20 سنتيم والطول تاعها 31 سنتيم كيما راكم تشوفوا. دروك هذه نطويها هكا على 2 ونجيب
امام تاعي تاني نطويه على اثنان هكا. ونقص نيشان على حساب الرقبه تاعي وعلى حساب نسيرجي هنا وجه الامام نحطو عليه تقطيع هكا ونخيط نورمال نخيط كاع هكا. هيا البنات راني خيط دروك نكرونطي ونقلب دروك شوفوا البنات في هذا الشريط بهاد الشريط نديرو هكا كيما هاك نشوف دروك نروح نحده بالحداد. هاي النتيجة اللي تحصلت عليها دروك لا خياطة لا والو غير بهداك تبدو هكا القماش تاعنا غاية نبدوه ونحط ونحط نعاود نجيب هذا نبدو نروح نحكم هنايا هكا بالخياطه بالماشينه بالخيط الابيض حتى لهنا نعاود تاني هاد الجهه اللي منا تاني نعاود نخيطها هكا هادو زوج جهات ما نخيطهمش. شوفوا البنات دروك صايراني تبتته غير منا هادي بقات هكا محلوله كما راكم تشوفوا. دروك نجيب هاد الكالون تاعي ما نديرهش نيشان على حساب الرقابه نلز هنايا ان سنتيم ونبعد هكا ندور نهود تال لهنا تال لهنا ونعاود نطلع بصح مين نعاود نطلع ما نخيطش الكولم لاصق مع الكتان تاع الجبه تاعنا الا ندير هكا نعاود نطلع نخيط غير هكا. دوك تشوفوا في دروك شوفوا البنات نبدا بهذه الجهه اللي قلت لكم ما تخيطوهاش نحط نيشان هكا نعاود نثبت هكا الابرة كيما شوفو راني الابرة راها تحت نطلع البيد بيش تاعي هكا ودروك نخيط نورمال لا هكا نقطع هاي النتيجة النتيجة اللي تحصلت عليها دروك هنايا عند هاد الخياطة اللي راكم تشوفوا فيها غادي نعاود نقلب هكا القالة
وفوق البنات هكا. دروك هنا ما خيطش نيشان، دروك هنا ما خيطش نيشان نيشان على حساب هاد الحاشيه تاع الكول. الا نجي هنا عند هذه الخياطه نتبع عليها ونقعد نتمشى. النتيجة اللي تحصلت عليها، دروك نكمل الكول الثاني، هيا نكمله ونعاودو. شوفوا البنات هذا الخلف، نحط عليه الوجه تاع الأمام، تما الوجه راه مع الوجه، وهذه هاكا نجبدها كيما وريت لكم في البيجاما، هذه نجبدها هاكا. نديرها نيشان ها هي. دروك نروح نخيط. شوفوا البنات راني سيرجيت، ها هي كيفاه كانت. دروك شوفوا ها من نقلب تجيني رقبه البنات في كل موش اللي قليه اربعه تاع القطح كيما هاكا. طول 50 سنتيم والعرض 10 سنتيم بالتقريب هكا. مهم ربعة تاع قطع، زوج في البلون وزوج في الغوص، دوك تعرفوا عليه. دروك شنو نديرو؟ نجيب هادي على هادي ونخيط هنا، نخيط هنا تاني، نجيب هادي على هادي ونخيط هنا، نخيطها ونعاود نوليكم. هاي النتيجه اللي تحصلت عليها، درت ميلونج بين البلون وبين الثاني. شنو نديرو؟ درت تما اربعه تاع القطح كيما هكا، كيما بهذا دروك نحطو هاك. دروك نعكس، شوف الغوز راه منا والبلون راه منا، دروك نحط البلون فوق الغوز والغوز فوق البلون هاكا كيما تشوفوا، ونروح نخيط كاع. النتيجه اللي تحصلت عليها دروك، دروك نقلب. شوفوا البنات هذا المنتصف ياكم، نجيب هادي هكا ندير بلي، شوف كيما راكم تشوفوا هكا، ونحطه نيشان عند الوسط. عندكم ميزانكم. نعاود ثاني نجيب هادي، نجيب الغوص نفس المسافه اللي دخلت بها هكا، ونحط نديرهم تما يشوفوا في بعضهم. ها نعاود، دروك هادي جبتها منا، دروك البلي هذا الزاوج نديره يشوف منا من هاد الجهه نعاود. هذا دروك البلي نجيبه عندي هنا يشوف منه هكا، نعاود دروك هذا نجيب هاك يشوف منه دروك هاد البلي يشوف عندي، يشوف في هذا، يشوف عندي انا هاكا. نجيبه شوفو،
شوفوا البنات، راني قلعت بلي واحد، تما خليت منا زوج ومنا زوج، كانوا ثلاثة خليت منا زوج ومنا زوج، وفي الوسط هنا في الخياطة درت هاد القال. شوفوا البنات، هذا الكتف، نحسب من الكتف 4 سنتيم، ندير البانجل هكا، نعاود تاني من نحسب 4 سنتيم وندير البانجل هكا كما راكم تشوفوا، نعاود هذا الوجه وهذا الوجه، نحط هكا عند الايبانغول يبدا، نحط هنا هكا شد معاكم غير بلي زيبانغول باش تفهموا عليا، ونعاود تاني كيما راه هكا، نعاود عند الايبانغول نشد نتحصل على هذه النتيجة. مازال هنا ندير تبطين ولا ندير عطفة باسكو راني مسيرج، تحصل على هذه النتيجة كما راكم تشوفوا هنا هكا، بعدا بالك ندير غير عطف غير السيرجي ونقلب هادي هي، باسكو مبقاليش تيسو باش ندير تبطين تاع لوموشو. فاجئ هو الكول، هنا زدت لها دي بيرل في الوسط هكا كانوا عندي، ان شاء الله يكون عجبكم الموديل. الى المره القادمه ان شاء الله. ايه نسيت ما قلت لكمش، هما درت تما في الامام عند الكول درت لو بلون، وهنا في الخلف درت لو روز. شوفوا كي يجيو